مشاهدينا الكرام حياكم الله اينما كنتم وتواجدتم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عين المسار واللي خصصناها للبازار الخيري الكبير المقام في مدينه بنغازي لجمعيه التكافل الاجتماعي الذي يقام والذي سيذهب رأيه للأسر المحتاجة والأيتام، وأيضا الأسر التي تم دعمها في السابق والآن أصبحت أسر منتجة، ونحن نعرف أن مقبلين على عيد الأضحى المبارك برفقة كاميرا محمود بليبلو. حنعيشوكم أجواء البازار الخيري، خلوكم في المتابعة. طبعا جمعية أيدينا من الجمعيات اللي من أقدم جمعيات في ليبيا من 2006، العمل كله على كفالة الأيتام والعائلات الجدا العدد كبير ومحتاجة، أو رب العائلة يكون في حالة مرضية. السوق الخيري هو دعم للعائلات، أولا الريع بتاعها بإذن الله تعالى حيكون أكيد لكل العائلات سواء الأيتام أو العائلات المحتاجة. الجمعية تعمل على كفالة اليتيم، حفظ حقوقه، رعايته حتى يقف على قدميه. كثير من العائلات الموجودة حاليا شفتهم في سوق الخيري، الحمد لله بدعم من فضل من الله، دعم من أهل الخير لجمعية أيدينا، فيتم الحمد لله أن تقف الأسر كلها على أقدامها ونوفر لهم الحياة بإذن الله نقول الكريمة. برضو الجمعية كفالتها تعتمد على كفالة طالب العلم من العائلات، برضو على أنه هو تدير لدورات للأبناء والبنات، والحمد لله يعني في شباب وجد سواء في جامعة تخرجوا أو في كلية التمريض في مجالات كثيرة. يعني بالنسبة لجمعية أيدينا الحمد لله ثبتت وجودها، وثقة الداعمين في ليبيا وخارج ليبيا، يعني حتى العائلات اللي عندهم أفراد خارج ليبيا يدعموا فيها نتيجة مصداقيتها، نتيجة تعاملها بالحرص الشديد على أي قيمة نقدية من أي جهة كانت. إحنا نقوله في عيد الأضحى يختلف طبعا عن عيد الفطر، لأن عيد الفطر بملابسة مناسبة برمضان اللي هو تمويل رمضان كله، نصف الأول نصف الثاني مع الملابس معه. لكن عيد الأضحى بما أن طبعا عارف أنت الأضحية مش فريضة، فمش من السهل أنك أنت في أموال الزكاة وتدق في أموال، فيقدرون لهم في مبلغ مالي للعائلات الكبيرة والعائلات الأقل عدد، يساعدهم بحيث يدخل الفرحة على قلوبهم. هذا بالنسبة عيد الأضحى يعني مش. وفي بعض من المتبرعين لما يتبرعوا بأضاحي نشوفوا العائلات الأكثر احتياج وأكثر عدد وأكثر احتياج، لأن أنت عارف الأيتام بدرجات يعني الاحتياج بتاعهم، لتعاطف الجميع سواء كان ساميهم موجودة في الجمعية ومتكفلة بهم الجمعية، أو أن يقد فيه طبعا أنت شايف أن كلنا نحاول بقدر الإمكان، حتى الإنسان اللي مش في جمعية أنه هو كفاءة اليتيم يتسابق إليها في الأجر وفي وجوده مع الرسول عليه الصلاة. برضو جمعية أيدينا للجميع عارفينها أن عائلات الأيتام الحمد لله تكفلت الجمعية بعدد من البيوت بناتهن، بس العائلات هذين عارفينهن، المهم توثيق الأوراق بتاعهم الخاص بيتهم، مثلا يكون آيل سقوط أو تعبان أو قطعة أرض. ولما نحن بالنسبة لنا لعائلة الأيتام هذه جمعية بنت عدد كبير من البيوت، صينت أعداد كبيرة من برضو البيوت. الآن حاليا في عائلة تعرض بيتها للحريق نهائي، يعني حتى الأبواب متاعهم، فنحن الحمد لله بفضل من الله أن نشوف تكاتف الناس وتضامنهم معانا سواء داخل الجمعية خارج الجمعية، بداخل من اللي يدخل للجمعية أو بمساعدات من الناس، أن بإذن الله تعالى نقف معه. الشيء الآخر جمعية أيدينا أن الحمد لله برضو بفضل من الله أن شاركنا بعدد، وللآن ما نردوش فيه على الأقل جرعة أو جرعتين أو جرعة، لأنها طبعا تعرف مكلفة للأورام. يعني أدير شيء يعني وصلت أن في جرعة، بس كنا تكاتفنا من خارج حتى جمعية، لأن جمعية ممكن 3-4-5 آلاف تدفعهن، فمن خارج الحمد لله من أهل الخير 20 ألف كانت الجرعة. فهو طبعا الشغل هذا أكيد الجميع عارف أنه هو شغل دولة، لكن ثقتنا في أهل الخير لأن الله ظن في الله خير،
فمليون في المية حيكون ظننا في الله خير إن شاء الله. والحمد لله الله يبارك فيكم، وأنا سعيدة جدا جدا أن جمعية يدينا تحظى بلحظة طيبة من قناة المسار المفضلة لدي الجميع. اليوم نحن في بازار دركنا دعوة أيدينا، جميع أيدينا. بالنسبة لي أنا مشاركة بالإكسوارات، طبعا هذه مش أول مرة، يعني في أكثر من بازار من قبل. طبعا لما نشاركوا نحن في البازار هذي بنساهموا بمبلغ للجمعية جميع أيدينا، عشان يعني يساعدوا الأسر المحتاجة. اليوم جايين مشاركين إن شاء الله جمعية كلنا معا مع جمعية أيادينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجايين دعم لهم ومساعدات للأسر الأيتام، راي يعود لهم إن شاء الله، إن شاء الله كافة المواطنين يجوا يساعدوا جمعيتهم لرعاية الأيتام. جمعيتنا إن شاء الله جمعية كلنا معا، طبعا عندنا مصنع حلويات ومعنا البنات منتجات هنا، المعاقات الأخوات المعاقات كلهم منتجات معنا ودارين مصنع، وعندنا حلويات الزنبقة والمعمول، ونتعاون مع الفايدي. جميع الحلويات الأخرى يعني مش واجد، لكن الفايدي تعامل معنا أكثر تعامل. كانوا هم لنا دعم سواء في علاج سواء في مرض سواء في مساعدات في حواشينا، يعني بصراحة جزاهم الله خير والله الحق. هم صراحة هم كانوا دعم كبير لنا، هم صراحة يعني توا بدات يعني الحاجة غالية أكثر، وربي جزاهم خير على اللي يديروا فيه بصراحة. هم حاجات بيت هنا مفارش بتاعت أكل محارم صلاة وجوهم خاد حاجات هذين نديروا فيهم في الحوش ونبيعوا فيهم وماشي إرادهم الأسر العائلات المحتاجة. يعني قالوا هم دعم لنا بصراحة، يعني وقت ما تبيهم تلقاهم صراحة، يتعبوا معنا مزبوط هم، يعني سواء في علاج سواء في مرض سواء في، وربي جزيهم خير. طبعا احنا وما بدينا فترة النزوح ونية، فبدينا بالطعمية والهريسة بدينا نبيع فيهم. بعدها ماما شرت ماكينة بالمنتج بتاعها، ونية شرت ماكينة وبدأت زادت الخياطة، خصت موضوع الخياطة. طبعا او مشاركنا كان موضوع ما نعرفوش من قبل، نحن ما نعرفوش ان شنو الجمعيه عندهم، جديد او جديده الفكره علينا. بس بعدها حبينا الفكره وقعدنا في كل بازار، يعني لنا قريب 5 سنوات أو 6 سوق الخير نشاركوا فيه. لكن عندنا يعني دير ماما دكان صغير، من وراء موضوع هذا حتى دار اجرى دكان صغير وبدات تخيط وتشتغل فيه، طبعا غير شغل الحوش يعني طعميه هريسه فتات والحاجات هذين. طبعا مشاهدينا الكرام، وهذا طبعا من دعم الأسر اللي الآن أصبحت منتجة، وهذا دائما المحتاج ما تمدلش قيمة معينة تساعد بها في يومها وتتركها، لكن هذا شغل الجمعية اللي ركزت على دعم هذه الأسر وخلتها أسر منتجة وتساعد في نفسها بنفسها وتقدر تعتمد على نفسها بدون أي مساعدات من برا. وهذا هو الشغل اللي دائما حثوا عليه كافة الجمعيات، إن هي تشوف الأسرة هذه شنو الإمكانيات اللي تقدر تدعمهم فيهن، وفي نفس الوقت تعطيه دخل مستقل به يقدر يشتغل ويعتمد على نفسه. مشاهدينا الكرام، ما زالت تغطيتنا مستمرة من داخل البازار الخيري، خلوكم في المتابعة. مشاهدينا الكرام، دور الجمعية لا يقتصر فقط على دعم الأسر المحتاجة وأيضا الأسر المنتجة، بل أيضا تنمية قدرات الشباب وخصوصا الشباب المتطوعين ايضا للعمل الانساني والخيري. وطبعا ما شاء الله شفنا اليوم مجموعه من الشبيبه. احنا هنا في جمعيه كشبيبه نساعدوا في الجمعيه، فمرات هم مثلا يديروا برنامج زي بازار زي منتدى، فهم يبوا حدين يساعدوهم، فلازم يكون في شبيبه باش يساعدوهم. ونحن في الشبيبه ديما كل مره يدونا في محاضره يعلموا فينا عن عمل جماعي، ونقعدوا ديما كيف العائله متماسكه، فلذلك نحن في الجمعيه نعتبروها كيف امنا ونساعدوا فيها. وكل ما جي مع ان في وحدين نحن عددنا واجد، غير في وحدين عنده امتحانات، في وحدين يجوا برغم من ظروف نحن ديما نجوا، حتى مثلا عنده واحد امتحان يجي ساعه ويروح، فهذا دليل على ان نحن نحب الجمعيه ونساعدوا فيها عمل وجه الله تعالى. بارك الله فيك. ونحن طبعا اكيد نحثوا كل الشباب
اللي في عمركم انهم هم يقدموا الاعمال التطوعيه وهكذا تبنى الدول، وفخورين بكم جدا. وطبعا هذا شيء نفخر به نحن في ليبيا ان عندنا شباب رغم صغر سنه لكن واعي وعارف روحه وين بيمشي وين وشن يقدم. وطبعا هذه افضل تجاره مع الله هي العمل التطوعي اللي تقوموا فيه داخل الجمعيه. ان شاء الله في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك. الله فيك. بارك الله فيكم. شاشه الميه اللي كانت هنا حولت باش ما يبانش. احنا نديروا في السوق الخيري قبل مره في السنه قبل رمضان، والريح كله يمشي للاسر. المره هذه لان شهر على العيد الكبير حتى هو والاسر حتى هي محتاجه كلها، فدرنا السوق الخيري هذا والريح كله يمشي لهم. بالنسبه للاسر المحتاجه كلها بيمشي لهم. تو من قبل احنا الاسر اللي تشوفين هذين كلن نحن اللي داعمينهم، وبعدين ما شاء الله كلن كل وحده منهم قعدت الريع متاعها يرد لها هي مردوده هي، وكلهن وقفن عليك رعيهن ما شاء الله كلهن كويسات. نحن بس يعني كان لنا شرف المشاركه لنا في البازار او السوق الخيري، هذا هو كان الهدف، حتى ابراز المشروع يعني كدعايه. مثلا نحن طبعا خشينا عليه الموضوع هذا جديد، وبدينا في البومبنيرات، بدينا في بوكسات وبرنامج يعني شموع، هذا هو اصلا كهوايه، فحبيت انا نطلع به بصراحه. ومشاركتي هنا هي في جمعيه ايادينا، يعني كان مشاركه بسيطه للعائلات اللي يعود عليهم الدخل وهكياي في بمناسبة عيد الأضحى. يعني حبيت نجيب عينة بسيطة حتى إعلام أو إعلان بالنسبة لي أنا كمنتج لمسة لصناعة الشموع. يعني أنا أسعاري رمزية جدا، يعني حتى مجموعات لما يقدم مني يقول لي السعر هذا ما فيش بكل، فنقول لهم يلا ما زلنا في طور الدعاية والإعلان. يعني كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. وشكرا جمعية أيادينا للتكافل الاجتماعي، وشكرا للدكتورة هانية القماطي على إتاحتها الفرصة هذه حتى نحن نبرزوا نشاطاتنا ونبرزوا برامجنا في برامج كيف هيكي. الديكور الحديث المدر هو طاغي، يعني يعتبر في المنازل وفي المحلات وفي كل شيء. حاليا اللي دارج برا اكثر يعني من هنا اللي هو الفنتج قديم. طبعا هذين بعض القطع البسيطه جبتها انا اليوم بس، لانه يعني المكان ما يسمحش نجيب اثاث وهكي، مش عارفه كيف نشرح لكم. هو واضح من الديكور انه هو ايوه حاجه عتيقه، يعني هو ممكن قطع قديمه نحن نجددوهن بالستايل هذا القديم، او ممكن الحاجات جديده ونديروهن بشكل قديم. طبعا احنا عارفين ان في فئه معينه او فئه كبيره من الناس تحب الستايل القديم، تلقاه الكلاسيك ايوه او الانتيك. وطبعا الانتيك يعتبر مش متوفر واجد في الاسواق، لذلك نحن تو نصنعوا فيه. حاولوا ندخلوا السوق لانه هو برا يعتبر موضه العصر، يعني بدوا يبتعدوا شويه عن الحديث عن المودرن وخشوا في القديم الانتيك. طبعا ما فيش واجد هنا، مازال احنا في ليبيا في بعض البنات يعني خشت في المشروع هذا. وخلاص انا حبيت بس نعرض اليوم في البازار عشان يعني فئه كبيره من الناس نتعرف على النوع هذا من الديكور. شكرا يا كرم. هيك وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من عين المسار اللي خصصناها لجمعيه ايادينا للتكافل الاجتماعي اللي قائمه ببازار خيري كبير يعود ريعه لاسر المحتاجه وايضا الايتام. ونحن ايضا ايام قليله تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله دائما نشوف تكاثف هذه الجمعيات لمساعده الاسر المحتاجه. في الختام تقبل تحياتي نعوذ البرغثي وتحيات المصور الرائع محمود بليبلو. نشوفكم في حلقه جديده، الى اللقاء.